ايش صاير؟ الجيش العراقي بشارعنا. عمي لا اله الا الله امش معي فوق السطح، اخليك تضمر عند الجيران وخشك عندهم او نخشك بالكبل. واذا لقوا اجل وش الدبره؟ انا بسلم نفسي، واذا لقوني عندكم هني اكيد بيرونكم كلكم معاي. نزار هذه خيانة. شوف شلت على قلبي، حميته من ذلك، خفت علي يموت. إذا ما عشت علشانه معناتها أنت مرخص فيني.